الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم ابن هوازن القشيري إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام، يعني كأنه كتبها إلى الصوفية عن الصوفي، يعني كتبها لمن يريد أن يتصوف أو يتعلم هذا العلم. فعلمنا في المقدمة أن هذا العلم هو جزء من الدين، فالدين إسلام وإيمان وإحسان، والإحسان هو المقامات التي تتجلى في قلب المؤمن حينما يتحلى في الظاهر بالإسلام وفي الباطن بالإيمان، ويتخلى عن النقائص فتحدث فيه أنوار. هذه الأنوار أنوار المراقبة والمشاهدة، فتتحقق فيه حقائق ومعاني يبدأ يتكلم ويصفها. فهذا هو التصوف. ولذا التصوف لما كان بهذه الصورة اختلفت عبارات المتصوفة في وصفه، لأنها أشياء تتذوق وليست قواعد وقوالب تبنى، ويختلف تعبير كل إنسان عما يشعر به من الآخر، ولذا تتباين أقوالهم. إلى جماعة الصوفية، والصوفي قالوا عليه تعريفات كتير: هو الكائن البائن، أكثر تعريف الكائن البائن، أي الكائن مع الخلق، البائن الكائن مع الخلق بظاهره، البائن أي المنفصل عنه بسره فهو مع الله، أو الكائن مع الله بسره، البائن عن الخلق بحقيقته. أو كان سيدنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي له تعريف جميل، كان يقول: الصوفي هو الذي تخلى وتحلى فتجلى الله له، فصار له سمعا ويدا ورجلا وصفة وحالا، تخلى عن النقائص وتحلى بالكمالات، فتجلى الله عليه فصار له سمعه وبصره ويده. من كلام الشيخ سيدنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي. لكن في تعريفات كثيرة ممكن يضيق المقام ونجيب كتب نقرا فيها عن الصوفي، وكثرة التعريفات تدل على شرف المعرف، لأن هذا المقام مقام عالي لا يصله إلا المقربون. في سنة 37 و400، يعني في القرن الخامس الهجري تقريبا. أما بعد، رضي الله عنكم، دي دعاء، يعني جملة اعتراضية دعاء، فقد جعل الله هذه الطائفة، اللي هي الطائفة اللي هيتكلم عنها، صفوة أوليائه، صفوة أوليائه، فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، لأن معلوم أن أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب يمين ومقربون. فمن تحلى بالشريعة في الظاهر وتحقق بالإيمان في الباطن فهو من أهل الإيمان، فهو من أصحاب اليمين. ومن قلت غفلاته عن الله عز وجل وزادت مراقبته ومشاهدته فقد زاد عن اهل اليمين فصار من المقربين. فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة اوليائه، فهم اجتمعوا في دائرة الايمان وتفرقوا في مقام الاحسان والعرفان.
وفضلهم على الكافة من عباده، أي جميع عباده بعد الرسل والأنبياء، هم الأولياء. والأولياء هم صفوة عباد الله، بل الأنبياء قبل نبوتهم كانوا أولياء لو لم تتحقق فيهم النبوة، والنبوة جاءت من الله محض فضل الله باكتساب. فالولاية من العبد اكتساب، والنبوة من الرب بمحض المنة والاقتداء. وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وانبيائه، بل الاعتراف بالاولياء هو اول خطوة للاعتراف بالانبياء، لان من لا يعترف ان لله في عباده اهل خصوص وظن ان الكل سواسية في العرفان لا يعتقد في الانبياء بالخصوصية، فيقولون ان هم الا بشر يأكلون كما نأكل ونشرب كما نشرب. ولذا قال الامام ابو الحسن الشاذلي رحمه الله: الاعتراف بنا ولاية. يعني اول درجة الولاية ان تعترف ان هناك اولياء اصلا، اما ان انكرت فقد حرمت. فاول درجة في الولاية ان تعترف ان ربنا له اهل خصوص، ولما تتدرج في درجات الولاية تجد ان في كمان من اهل الخصوص اخص وهم الانبياء، ثم تتدرج اكثر فتجد ان من بين الانبياء من هم اخص وهم الرسل، ثم تتدرج اكثر فتجد ان من بين الرسل اخص وهم اولي العزم، ثم تجد بعد ذلك اخص الخصوص وهو سيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، تنفع صفوة وصفوة وصفوة بتثليث الصاد يجوز لغة، والمشهور الفتح. وفضلهم على الكافة من عباده، أي الفضل جاء من الله إليهم لا منهم إليه، فهو المسألة محض فضل من الله لا باكتساب العبد ولا شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى لما اختار هؤلاء خلق معهم التوفيق فدلهم على الطريق، فظهر منهم الاكتساب، والحقيقة الفاعل هو الله، فلا حول ولا قوة إلا هو. فهي المسألة أنت ترى الظاهر تجده مجتهد في الطاعة والعبادة، تظن أنه وصل باجتهاده، والحقيقة أنه لم يصل إلا بفضل الله. ده باجتهاد، لأن حتى اجتهاده هو من الله، فهو الفعال لما يريد. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق الخلق، خلق للجنة أهلها وللنار أهلها. والناس يدورون بين التوفيق والخذلان. فالموفق أي الذي هو من أهل الجنة في القدم منذ أن أراد الله أن يخلق الخلق، لا القدم الحقيقي اللي هو قدم الله عز وجل قبل خلق الخلق، ولكن القدم النسبي، أي الذي كان هو في علم الله من أهل الجنة، فقد خلق الله معه التوفيق فتجده موفق في التعب. والذي خلقه الله للنار تجد أنه خلق معه الخذلان، فهو مخذول عن التعب ويسير مع اهل النار. ولذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في قوله في الحديث: ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب الاول الخذلان فيعمل بعمل اهل النار فيدخله، والعكس: وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار اللي هو ايه اللي هو في الاول في الظاهر باكتساب العبد حتى ما يكون بينه وبين الجنة النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب الاول اللي هو التوفيق فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل. ومن الصحابة من دخل الجنة ومات شهيدا ولم يسجد سجدة ولم يركع ركعة، مجرد انه امن واسلم ودخل الحرب قتل ودخل الجنة. تدور على عمله كله قبل كده عمل اهل الخذلان، لكن هو مكتوب عند الله اصلا في الكتاب الاول انه لاهل الجنة فيثبت عليه الكتاب. فلا يغتر انسان بمبادئ اموره، ولا يغتر انسان ايضا
ويتسرع في الحكم على الناس اذا رآهم من اهل الغفلات، لانهم قد يكونوا هم من اهل التوفيق وانت تراه الان في لحظة غفلة، ولكن يسبق عليه الكتاب بعد ذلك فيسبقك بمراحل. ولذا لا تغتر باحد ولا تحكم على احد، ولكن سلم الامر الى الله. فضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وانبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معادن اسراره، يعني الاماكن التي يظهر فيها سر الاسرار، اي السر الذي في الاكوان الدل على المكون. واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، لأن ليست كل القلوب صالحة لأن ينبت فيها المعارف، كما أن الأرض ليست كل أرض صالحة لأن ينبت فيها النبات، بل كل بعض الأراضي صالحة لنمو بعض النبات وأرض أخرى صالحة لنمو نبات آخر، علشان كده تتفاوت معارفهم في قلوبهم، فتجد كل قلب ذاك الأرض ينبت فيها نبات العرفان، ولما تنوعت النباتات تنوعت المعارف. فقلوب العباد والاولياء هي قطع من الارض، او العباد كلهم هم قطع من الارض، في منهم الصالح لان يزرع فيه ويحرص فينبت ويستفيد منه الناس، وفي منهم الصالح الذي لا يصلح، مهما حاولت ان تحرص فيه لا ينبت شيء، بل يضيع الجهد والعمل والمال. وجعل قلوبهم معادن اسراره، واختصهم من بين الامة بطوالع انوارهم، اي بكشف حجب النفس والاغيار، فاذا كشفت الحجب النفس والاغيار لا ترى الا الواحد القهار، لانه كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان. فهم الغياث للخلق، اي يستغاث بهم عند الشدائد، لان الناس لما بيحصل شده بيروحوا لمين؟ يروحوا للعلماء وللصالحين، والعلماء والصالحين بدقة علمهم وبصلاحهم يدعون الله او يبينون للناس ما اختلط عليهم من باطل وحق، فصاروا هم الغياث للخلق، اي السبب. فالمغيث هو الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يغيث على يد من شاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى خلق الاسباب ولم يجعلها فاعلة، خلق الاسباب ولكن لم يجعلها فاعلة، فان تركت السبب اسأت الادب، وان ظننت ان السبب فاعل تكون قد حكمت ان هناك فاعل مع الله، وهذا محض شرك، فالفاعل هو الله، فلا تهمل السبب ولا تعتقد انه فاعل حتى تجمع بين الحقيقة والشريعة. فالشريعة الاخذ بالاسباب، والحقيقة التعلق برب الاسباب. فهم سبب ظاهر للعباد يستغاث بهم في الشدائد، زي انت لما تيجي بطنك توجعك تقول يا دكتور، مع ان الشافي هو الله، هو اللي بيقول يا دكتور الحقني، يبقى اشرك؟ طب ما هو نادى على السبب الذي جعله الله سببا للشفاء. وعلشان كده في ناس يعني الوهابية اساءوا فهم الناس، لما يجي واحد ينادي على حاجة يقول له لا لا يستغاث الا بالله، ما هو دي حقيقة، لكن هو عايز يقول ان اذا استغاث بمخلوق على انه سبب والمغيث هو الله، عايز يقول ان هذا الفعل كمان شرك. لا، نقول له لا، ده مش شرك، ده اخذ بالاسباب، وانت لم تدخل لقلبه، فهو يأخذ بالسبب وقلبه معلق بالله. لما يقول مثلا الحقوني يا خلق، وقع في ازمة الحقوني، يقول له يا مشرك، النار ولعت وهو بقى محيط بالنار من جميع الجهات، يقول الحقوني طفوا النار، تقول له يا مشرك ولا تطفيله، يقول له يا مشرك سيبه يتحرق بقى. يبنيك الكلام ده ما ينفع، مع انه هو
عارف ان المنقذ هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى يجري الاسباب على يد من شاء. زي ما تعطش، لو رحت لاي سائل غير الماء لا ترتد، مع ان اللي بيروي هو الله مش الماء، لكن الادب ان تذهب للماء لان الله خلقه سببا للري. فهمت ازاي؟ فالادب والعبودية ان تذهب للماء اذا عطش وللطعام اذا جعت، لكن لما تترك هذه الاسباب التي خلقها الله لك تقول لا انا هتوكل على الله، اذا اسأت الادب مع الله. ليه؟ لان اردت ان تتعامل مع الله بغير حجاب وقد طهرك بالحجاب، فتمردت على الحجاب، والمتمرد على الحجاب متمرد على من خلق الحجاب، ولذا يجب ان تتعامل مع الله من خلال الحجاب، وهذا الحجاب هو حجاب الاسباب. واسألوا الله من فضله، مش الآية بتقول كده؟ لما تيجي تقرأ في التفاسير زي الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية يقول: واسألوا الله من فضله، أي الجأوا للأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل طرفها في أيديكم والطرف الآخر في يده، فإن تركتها فلم تسأله من فضله بل أسأت الأدب مع الله. فهمت المسألة؟ فيبقى المؤمن والكافر الاثنين واخدين بالأسباب، لكن في الظاهر، لكن الفرق في الباطن. الكافر ينظر للسبب أنه فاعل فيعتمد عليه، والمؤمن ينظر للسبب أنه مجرد وسيلة لأن يخلق الله فيها النفس، ولذا وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة أي تسببوا بالأسباب التي خلقها الله لكم في أيديكم تطمينا لقلوبكم وتيسيرا لحياتكم. ولأن الإنسان عجول، الإنسان لما يمرض وربنا كاتب له ان هو هيخف بعد شهر، تيجي تقول له اقعد كده استنى شهر وهو متألم، ما يصبرش لانه عجول. فلما ربك علم انك عجول يوم ايه يقول لك طب خد الدواء ده، طب اشرب نعناع، طب خد مش عارف ايه اسبرين، طب احجز عند الدكتور الفلاني ده كويس، تروح تحجز يقول لك تعالى بعد شهر، بعد اسبوع، بعد اثنين، تروح للدكتور يكتب لك العلاج يقول لك طب بعد اسبوع تيجي لي وقت الاستشاره نشوف. كل ده ايه؟ كأنك بتلهي نفسك بيلهيك كده علشان تمر الايام حتى يأتي وقت الشفاء تلاقي نفسك خفيف، انما هتقعد كده اهو مستني مش هتستحمل، ده انت هتفرك. وكان الانسان عجولا، فلما ربك خلقك بهذه الصورة وخلق فيك العجلة معجونة فيك، خلق لك الاسباب تتسلى بها حتى تحدث النتائج من الله وقت ما شاء هو سبحانه وتعالى، لا بالاسباب، ولكن هي مجرد تسليه للعبد ورحمه، فجعل الاسباب رحمه وتسليه. فمن ترك اسباب الرحمه ترك الرحمه اصلا، لان لولا الواسطه يذهب الموصول. وعلشان كده التحقق دون تشرع زندقه. يعني واحد يقول لك ما هو لو ربنا عايزني اصلي وانت اقوم اصلي زي ما بيقولوا كده على القهوه، قاعد على القهوه يا ابني قوم صلي سامع الاذان، ايه اللي منعك؟ يقول يا عم الشيخ، يا عم الشيخ مش انت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ ايوه يا سيدي لا حول ولا قوه، ما هو لو ربنا اداني هذه القوه كنت قمت انا صليت. سيبني انا بقى، سيبني يا سيدي، هو ربنا ما عرفش، سيبني. يقوم يقول كلام صح، الكلام ده صح فعلا، لكنه لم يتشرع، فأدى هذه الحقيقة إلى إنكار الشريعة، وإنكار الشريعة زندقة. فالتحقق دون تشرع زندقة، لأنه إنكار للشريعة، والشريعة ما هي إلا سبب من أسباب الوصول إلى الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، هي محض فضل منه. وعلشان كده من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، فسق. ليه؟ لأنه اعتمد على نفسه، اعتمد على قال انا وصلت خلاص بنفسي بقى بصلاتي وبعبادتي وبتاع، ده انا عامل وعامل شغلان، يبقى فاسق.
يعني خرج، والفسق والخروج أي الخروج عن طاعة الله بالقلب وعن النظر إلى توفيق الله المخلوق أولا، فنسب الفضل لنفسه ولا فضل في الكون إلا للمكون. فهمت المسألة؟ علشان كده التوازن موجود مطلوب، هو ده الدين. فهم الغياث للخلق، يقروها الجماعة إياهم يقول لك شوف شرك، أوعى تقرا الكتاب ده من المقدمة، صح ولا لأ؟ لكن هم مش فاهمين، كلامهم ده يؤدي إلى إنكار الشرائع. هم أرادوا أن يثبتوا الشريعة فأنكروها دون أن يشعروا، علشان كده مذهبهم مبني على الجهل، مفيش عمق فيه. لما يجي يقول فهم الغياث للخلق، الله دي مصيبة، اقفل. طب ما هم كده أغيثوني يا خلق الله، دي شرك؟ طول عمر الناس بتقول أغيثوني والحقوني، ما قلناش عليهم مشركين؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا ضاعت انفلتت دابة أحدكم في صحراء في فلاه، ومفيش حد خالص، يقول إيه؟ يا عباد الله أمسكوا، يا عباد الله أمسكوا، يكلم نفسه؟ ما هو مفيش حد. طب ما قالش ليه يا رب أمسك؟ يعني النبي هيدل على الشرك؟ يعني سيد الخلق يدل على الشرك اللي هو جاي يحقق حقائق التوحيد؟ فهمت ازاي؟ فهم على كلامهم مذهبهم ده نقول ان الحديث ده شرك، والحديث ده طالع من امام الموحدين صلى الله عليه وسلم. يبقى علشان تعرف ان مذهبهم ده ضعيف، يا عباد الله امسكوا فان لله عبادا يعينوك، لان في جن وفي ملائكه وفي اسباب يمسكوها لك يجيبها لك لحدك، ايه المشكله؟ يعني وربنا قادر يجيبها لك لحدك، بس لم يأذن انه يتعامل معك بغير حجاب. هو انت عايز تأذن دلوقتي؟ الاذن بيده هو، خلقك في الدنيا في دار الحجاب، عايز تتعامل في الدنيا بغير حجاب تبقى انت مش متأدب مع الخالق، هيتعامل معك في الجنة بغير حجاب، ما يجرش حاجة. يبقى انت عايز تخلي الدنيا جنة يعني؟ ما بقاش فيها اختبار، ما بقاش فيها اختبار بقى، وما يقولوش فيها مؤمن ولا كافر، هيبقى كل مؤمن. وعلشان كده عند الموت تجد ان الكافر والمؤمن في الايمان سواء، لكن الكافر لا ينتفع بايمانه بقى خلاص، فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يتعامل في الدنيا مع الخلق بالحجاب حتى يختبرهم، المؤمن بالغيب من المؤمن بايه؟ بالشهادة. ومن رحمة الله انك اذا تعاملت مع الاسباب وتوكلت على الخالق وتحليت بالاخلاق الحميدة يتجلى الله عليك فيتعامل معك في اثنائها بغير اسباب احيانا على سبيل الكرامة، تحصل الكرامة معك. وعشان كده كرامات الاولياء ما هي الا تجليات من الله سبحانه وتعالى عليهم بعدما تأدبوا مع الأسباب فيرفع عنهم الحجاب أحيانا وليس باستمرار، فتحصل الكرامة على إيديهم، يحصل حاجة خارقة للعادة على إيديهم، لكن مش كل يوم ومش كل لحظة، لكن دي أحيانا. ليه؟ لأنه اخترق حجاب الأسباب في تعامله مع الأسباب فلم يركن إلا للمسبب. فهم الغياث للخلق أي يستغاث بهم، فهم الوسيلة إلى الله. والعجيب أنه لا فرق بين الميت والحي في هذه الحال عند أهل السنة، ولكن عند من في قلبه لوثة ميز بين الميت والحي، فقال أن الولي في حال حياته يمكن الانتفاع به، أما بعد وفاته فلا ينتفع، ظنا منه أن النافع هو الولي، ففر من الشرك الى الشرك. هو حب ينفع عن نفسه الشرك، لا انا انتفع بيه وهو حي، لكن لما يموت ما انتفعش بيه، انتفع بيه ازاي ده بعد ما مات؟ اقول له لا، ده انت لا تنتفع به، لا هو ولا حي ولا وهو ميت، ده انت بتنتفع بالله على يد الولي، فان مات الولي فالله حي لا يموت. فاذا انتفعت ونظرت للولي انه ينفعك في حال حياته
فنظرت انه هو النافع وهذا شرك، والنافع هو الله. ولذا مدد الله للولي مستمر في حال حياته وبعد وفاته، فليس شيئا نابعا منه، بل النابع منه هو الله، والولي ما هو الا ممر يمر منه النفع او من خلاله النفع الى العباد، ولكن الفاعل هو الله. فاذا كان الولي ما زال له وجود وهو في قبره في برزخه وما زال يمده الله، فلا اعتقاد خاطئ ان تظن انك قد ينفعك الله عن طريق الولي حتى وهو في برزخه، لان ما زال له وجود في الاكوان ولا لم يزل ولا زال وجوده عن الاكوان. يعني الانسان بعد وفاته يزول وجوده عن الاكوان ولا ما زال له وجود في الاكوان؟ ما زال له وجود، بل ارتقى. يعني المسلمون يعتقدون ان الموت رقي، ومن باب الترقي من علامات الترقي استمرار الامداد وحصول الاسعاد، لان الولي اذا كان مفتقرا الى الله في حال حياته فهو اشد افتقارا منه بعد وفاته لكثرة علمه بالله، لان بعد الوفاة ينتبه، فاذا انتبه ازداد علما، وكلما ازداد علما ازداد افتقارا وفقرا، فاذا افتقار الولي بعد وفاته اعلى، ومدد الله للولي بعد وفاته اعلى لزيادة علمه بافتقاره، لان كلما ازداد الفقر كلما ازداد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الاعلى لمصلحة امته، لان النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله القبر ارتقى وعلى وارتفع، فزاد مدده لامته صلى الله عليه وآله وسلم لازدياد افتقاره الى ربه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لما عرض عليه ان يظل في الدنيا مدة في الدنيا او ان يلقى الرفيق الاعلى، اختار الافضل لامته والافضل له، وما عند الله خير للابرار وهو ابر الابرار، والافضل لامته، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستغفرا لامته داعيا لهم، وانه ما زال يدلهم على كل خير صلى الله عليه وآله وسلم. فهم الغياث للخلق في حال حياتهم الدنيوية وفي حال حياتهم البرزخية. والدائرون في عموم احوالهم مع الحق بالحق، فهم في جميع احوالهم الظاهرة والباطنة يتحركون مع الحق بالحق، اي يتحركون مع الله بالله لا بانفسهم، حيث انها ذابت نفوسهم ولم تكن لهم شهوة وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون بالمجاهدة، فلم يوجد فيهم الا مراد الله منهم، والا مراد الله ان يجريه على ايديهم. انظر الى النهر مثلا ومجرى النهر والماء يجري فيه نفعا للعباد، كل العباد قاعدة تنتفع بالماء وهي بتجري فيه. هل النهر له اختيار في جريان الماء على يديه في مجراه؟ ليس له اختيار، والعباد كلهم ينتفعون ولكن لا اختيار. كذلك الولي يصير كالنهر يجري فيه النفع بلا اختياره، فلا حول ولا قوة الا به، ولكن اكراما له وتشريفا له جعله الله مجرى للنفع. فيرى الولي جريان مراد الحق للخلق على يديه وعلى يد اوليائه وعلى يد العباد جميعا، حتى انه يرى الكافر لا يكفر الا باذن الله، لان الله خلق المعصية وخلق الطاعة وخلق الكفر وخلق الايمان، ينسب الى العبد فعلا واكتسابا والى الله خلقا وايجادا. فصار فيما في الاكوان هو مراد الله، فتحرك في الاكوان مع مراد الله الى مراد الله بغير نفسه وبغير ان يرى هناك سوى مع الله. صفاهم من قدرات البشرية، يعني طهرهم من حظوظ النفس ومن رؤية النفس ورؤية الاثر لغير الله
ورؤية الفعل من غير فاعله الحقيقي كفاهم من هذا كله. فلم يروا الا الله فاعلا، ولم يروا الا الله موفقا، ولم يروا الا الله خاذلا. فهو الضار النافع، وهو الهادي سبحانه وتعالى، ورقاهم الى محل المشاهدة. المشاهدات محل يعني اماكن، المحل للمشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الاحدية. شوف قال لك الاحدية ما قالش الواحدية، لانه هو يقصد معنى، ما يقصدش اي كلام. العلماء دول ما بيكتبش كده اي حاجة، احنا اللي نكتب اي حاجة، لكن هم لا. ورقاهم الى محال للمشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الاحدية. والاحدية هي الذات قبل ان تظهر لها صفة، فكأنه والواحدية هي اثار الصفات عندما تجلى الله لذاته الاحدية، فظهر في التجلي الاول انها ذات موصوفة، فطلبت الصفات اثار تعيناتها فخلقت الاكوان، فكن فيكون. فما الاكوان الا هي تعينات اثار الصفات، اما الذات فما زالت هي واحد. فكأنهم تحققوا بمقام جمع الجمع عندما لم يشاهدوا في الاكوان فاعلا الا الله، وانهم لم يغتروا باثار الصفات فتحجبهم عن الموصوف، فاخترقوا الصفة الى الموصوف، فاخترقوا الواحدية الى الاحدية. ده اسمه يسموه مقام جمع الجمع. فهمت؟ سهلة؟ سهل. المهم تتحقق بيها بقى. سهلة تفهم. المهم نتحقق بيها. فالمتحقق بمقام الواحدية يسموه مقام الجمع، والمتحقق بمقام الاحدية يسموه جمع الجمع. الجمع ان ترى الواحد في التعدد، يعني ترى الصفات كثيرة. كل الاكوان ما هي الا تعينات الصفات، فتجد الاكوان كثيرة، ملائكة وانس وجن، بل الانس انواع والجن انواع والملائكة انواع والمخلوقات كلها انواع واشكال، وما هي الا اثار الصفات. فترى من هذه التنوعات الكثيرة ومن هذه الكثرة الكثيرة الواحد الفاعل المختار، فيسموه ده مقام الجمع، اي جمع التعدد في واحد، تعدد الفعل جمعه في واحد فاعل، يسموه مقام الجمع. فاذا لم يرى حتى الصفات فلم يرى الا الذات، حيث انه حجب بالذات عن حتى الصفات، فلم يرى سوى الذات، يسموه جمع الجمع. وعلشان كده في ناس تحققوا بهذا المقام فكانوا ما يشوفوش حاجه. يعني في بعض الاولياء بيقولوا له ده في شجره في بيتك، قال لهم والله منذ 40 عاما اسكن في هذا البيت لا اراها. الله، يبقى ده في حاجه ثانيه، ده في حال ثاني مختلف، واخد بالك ازاي؟ بحيث انه لا يرى حتى اثار الصفات، لا يتعامل الا مع الاحد الواحد الاحد لما تجلى لهم من حقائق الاحدية. فريحوا نفسهم فخرجوا من التعدد الى الوحدة، ومن الكثرة الى القلة، فلم ينشغلوا بالكثرة. هذه الحكاية، لان الكثرة تشويش، الكثرة تشويش، والانشغال بالكثرة يشوشك ويخرجك عما خلقت لأجله. فلما خرجوا من هذا كله ركزوا، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، ما ليستويان مثلا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ووفقهم للقيام بآداب العبودية وفاء للعهد الأول. أصل كل الناس بتمشي وتلف وتدور حوالين العهد الأول، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فاللي محافظ على العهد الاول تلاقيه ماشي تمام،
في الدنيا، يبقى حافظ على العهد والمفون بالعهد. المقصود بالعهد الاول الذي يندرج عليه كافة العهود بعد ذلك. فاللي موفد العهد اللي هو عهد عرفته بربكم. ومن اعرض عن ذكري، اي العهد الاول اللي هو عرفته بربكم، يعرض عن هذا الذكر، ينسيه. جاء في الدنيا نسيه ليه؟ تشوش بالكثرة عن العهد الاول، تشوش بالشهوة عن مراد الله، فنسي الذكر. فان له معيشة ضنكا، لان هتتعدد الارباب بقى، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة، تعيس عبد الخميصة، هيبقى خلاص بقى، هيبقى ليه ارباب كتير، وربك عايزك رب واحد يريحك، حاجة ريس واحد تمشي، اللي فيها ريسين بس تغرق، فما بالك اللي هيتعدد معاه 100 ريس، هيعيش حياة ضنك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، من ضمن التفاسير، وان كان برضو ذكري هو القرآن، لان القرآن فيه العهد الاول. فالحكاية كلها بتصب حاجة واحدة، القرآن نفسه فيه العهد الاول، فالحكاية مش متناقضة، ده الحكاية كلها واحدة، بس انت التناقض نشأ في ذهنك انت، لكن الحقيقة واحدة. ووفقهم للقيام بآداب العبودية، اي وفاء للعهد الاول، واشهدهم مجاري احكام الربوبية. الرب اسم للحق باعتبار نسبته للخلق، يبقى الرب هو اسم للحق سبحانه وتعالى، ولكن له اعتبار باعتبار نسبته للخلق. يعني الرب كاسم يتطلب المربوب، اما الله لا يتطلب شيء، مستغن عن كل شيء. فيبقى الرب ده اسم لله، ولكن بنسبته الى الخلق، لان يتطلب وجود مربوب. يبقى هي ذات واحدة غير موصوفة، تسميها احدية، موصوفة واحدة، خلق الخلق وتعينوا صار ربا، وهي حقيقة واحدة. فتتغير الاسماء بتغير النسب، ولكن هي حقيقة واحدة، ذات واحدة، لا شيء معها. فهمت المسألة؟ فالذي يتحقق بمقام الربوبية ده في مقام الجمع، واللي بيتحقق بمقام الأحدية ده في مقام جمع الجمع. اللي بيقوم بحقوق الربوبية ده متحقق بمقام الجمع، واللي يقوم بحقوق الأحدية متحقق بمقام جمع الجمع. فهمت ازاي؟ فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف. لما تحققوا بحقوق العبودية وعلموا أنهم ليس لهم رب سواه، وأن ليس لهم مراد إلا هو، قاموا بأداء ما كلفهم من أجله. فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف، أي في الظاهر، وتحققوا أي في باطنهم بما منه سبحانه لهم من التقليد والتصريف، اي بما حصل لهم منه سبحانه وتعالى من التقليد والتصريف في الاكوان والاحوال والاقدار. يبقى قاموا هذا من جهتهم في الظاهر، وتحققوا اي في الباطن رضا بما من جهته، وهو القضاء والقدر. ففي شيء من جهتهم وشيء من جهته سبحانه وتعالى. الذي من جهتهم هو انهم وفوا بالعهد الاول فقاموا باداء التكاليف، فلما فعلوا ذلك تحققوا بما من جهته سبحانه وتعالى من تصريف وتدبير، فلم يجدوا ان هناك الا مصرف واحد ومدبر واحد، فرضوا بما اقامهم فيه.
رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بعد ده كله، لما قاموا بالتكليف في الظاهر وتحققوا في باطنهم رضا منهم بما صرفهم سبحانه وتعالى وقلبهم فيه، رجعوا بعد ذلك الى الله بلا حول ولا قوة الا هو، فنظروا الى الله انه هو الفاعل في جوارحهم ولم يفعلوا شيء، فخرجوا من فعلهم الى فعله، ومن ارادتهم الى ارادته، ومن اختيارهم الى اختياره. يبقى الرجوع الثاني ده غير الرجوع الاول. الاول كان بالقيام بالتكاليف، فيه رؤية النفس، فلما قاموا بالتكاليف اي بجوارحهم ففيه نوع من رؤية النفس، تحققوا في باطنهم انه هو الذي يقلبهم كيف شاء، فلما تحققوا في باطنهم رجعوا مرة اخرى للتكليف ولكن بصورة اخرى، بلا حول ولا قوة الا بالله، فلم يدخل احد الجنة بعمله. ليه؟ لانه لا حول ولا قوة الا بالله، لانه لا عمل الا بالله، فهو العامل سبحانه وتعالى. ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار، حيث انهم ايقانوا انه لا حول ولا قوة الا بالله، فافتقروا اكثر، فعلموا انها لا حركة الا بمحرك ولا فعل الا بفاعل، وانهم لا يستطيعون ان يبصروا الا بابصاره، وان يسمعوا الا باسماعه، وان يتحركوا الا بتحريكه، فصدق افتقارهم لكونهم لم يستغنوا عنه طرفة عين. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، اي يطغى الانسان اذا رأى نفسه مستغنيا، فاذا رأى نفسه مستغنيا ولو لحظة طغى. ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار، فصاروا منكسرين لانهم لم يجدوا لنفسهم فضل ولا فضيلة، فانكسروا وتذللوا، وعلموا انه هو محض فضل من الله يجريه على من شاء من عباده. هل الارض التي ينبت فيها الزرع تزهو على الارض التي لا ينبت فيها زرع؟ تقول انا احسن منك، كلها ارض متواضعة، تيجي تدوس عليها تطاعها ما تقولكش ما تدوس عليا، واخد بالك، لانها منكسر. كذلك فاذا نبت فيك نفس المعارف لا تنظر الى خصوصيتك، ولكن انظر الى محض فضله، كما انه ينبت ما شاء من نبات على ما شاء في الارض، ويمنع النبات ان يخرج ممن شاء من الارض، فانت قطعة من الارض، انبت فيك ما ينتفع به او لم ينبت، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فتصير منكسرا لست ناظرا الى خصوصيتك. ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الاعمال، لانه حصل منهم في الظاهر ولكن منه في الحقيقة. ولذا الذي يذكر الله في الحقيقة الله يذكر نفسه على لسانه، مش هو اللي بيذكر، بل بيذكر الله ولكن على لسان من شاء من عباده. اوصف لهم من الاحوال، فلم يتكلوا على ما حصل منهم من الاعمال الظاهرة ولا ما صفى لهم من الاحوال الباطنة، حتى ما يحدث لهم في باطنهم من انوار لا يتكلوا عليه ولا يعملوا من اجل الحصول عليها، والا صاروا يعبدون الله من اجل حظوظ النفس، ففروا من النفس الى النفس، وهم يريدون ان يفروا من النفس الى الله، ومن فر من نفسه الى الله لا يعود ابدا، انما اللي حيفر من نفسه الى نفسه يفر من ظلمة الى اظلم. علما منهم، ليه بقى عملوا كده؟ علما منهم اي يقينا قائم على الدليل، الدليل المعاش اللي هم عايشينه، مش الدليل المنطقي عند الفلاسفة، دليل المعايشة. علما منهم بانه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار،
فلما كان الفاعل هو الله والمختار هو الله فلا فعل لهم ولا اختيار لهم، فصاروا لا ينظرون إلا لاختياره ولا يرضون إلا بمشيئته. لا يحكم عليه خلق، يعني ما فيش خلق يحكم على الله سبحانه وتعالى. يقول في الحكم ايه؟ سوابق الهمم لا تكسر ايه؟ اسوار القدر، لا تخرق اسوار القدر، مش كده برضو؟ الحكم من عطاء الله. سوابق الهمم اي من العبد، والهمة هي ايه؟ هي العزيمة والطاعة بجد. لا تخرق أسوار القدر، لأن الله قدر أن يختار من يشاء ولو بغير عمل، لأنه لا يسأل عما يفعل. فلا تخرق أسوار ما قدر للعباد، فلن تأخذ إلا ما رزق ما كتبه لك مهما سبقت همتك، فلا تغتر بهمتك ولا بسبقك، ولكن انظر إلى ربك علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد. لا يحكم عليه خلق، لأن الهمة من الخلق. فذكر لك سوابق الهمة لا تخرق أسوار القدر تعالى، تنزه أن تكون صفاته لها علة منا، لها علة منه، فكيف تكون لها علة منا؟ ده صفات الله نفسها ليست لها علة منه هو سبحانه وتعالى، فكيف تكون صفاته التي تأتي إلينا تكون لها علة مننا نحن؟ تنزه عن هذا سبحانه وتعالى. لا يحكم عليه خلق، ردا على المعتزلة الذين حكموا بالعقل وقالوا انه يجب على الله فعل الاحد والحسن، مش كده برضو؟ اوجبوها وجوب عقلي، والعقل مخلوق. هو بيقول لك لا، احنا مش معتزلة، الصوفية دول اهل سنة، دول ناس محترمة. فهمت ازاي؟ لا يحكم عليه خلق، والخلق والعقل من الخلق، ولا يتوجه عليه لمخلوق حق، لا يتوجه عليه لمخلوق حق، لان اذا كان المخلوق لم يفعل الا ما فعله الله على جوارحه، يبقى هيبقى ليك حق انت؟ ده هو محض فضل، ده هو محض فضل سبحانه وتعالى. ثوابه ابتداء فضله، شوف ثوابه ابتداء فضل، اي لا تأثير، لا تأثير للعمل فيه. ما هو اصل لو تأثير للعمل فيه ما كانش اللي آمن ده ومات يدخل الجنة، ما هو ملحقش يعمل حاجة. لكن ربنا سبحانه وتعالى دخل ناس الجنة بغير عمل عملوه ولا فضل قدموه. وعتقاء الرحمن ما تعرف في الحديث اللي ربنا هيطلعهم من النار، حتى الملائكة ما تعرفش انهم مؤمنين، حتى الملائكة نفسهم ما يعرفوش انهم مؤمنين، لان وقر الايمان في قلوبهم ولم ينبت ولا ثمرة واحدة من عمل ظاهر. والملائكة تنظر للثمرة ولا تنظر للبذرة، فهو بذرة الايمان كانت في قلوبهم فماتوا عليه، ولم تنبت هذه البذرة، فضلت مردومة تحت الارض بحيث تمشي على الارض دي ما تشوفش فيها سرع، تفتكر ان ما فيهاش بذرة، لا ده فيها بذرة. من الذي بذرها؟ هو الله، فيخرجهم بمحض فضله في الجنة ويسمى عتقاء الرحمن، يدخلوا بغير عمل قدموا، حتى لا يغتر اهل الاعمال في الجنة باعمالهم وهم حتى في الجنة، فجعلهم دواء لاهل الجنة. كل ما تيجي تقول انا دخلت اصل انا عملت وعملت وتعمل كده، تشوف عتقاء الرحمن قدامك عايشين معاه ما عملوش حاجة، تقول اكتشف ده هو محض فضل من الله.
عذابه حكم بعدل، لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تيجي بقى تقول لي مجبور ولا مخير ولا مسير، تبقى عوانتجي. ده سؤال العوانتجي، يعني الانسان مسير ولا مخير، ده سؤال العوانتجي، لانه ما يسألوش الا العاصي في حال معصيته. يعني يجي يسألك مين تارك الصلاة، يقول لك هو يا عم الشيخ الانسان مسير ولا مخير؟ هو تارك صلاة وهو بيفطر رمضان وهو عايش تبهلل، واخد بالك ازاي؟ وان كان تبهللة دي جميلة برضه، سيبها على الله يعني. معناها كده، لكن في العرف معناها اللي عايش على حل شعره يعني، واخد بالك ازاي؟ فنقول اللي عايش على حل شعره بلاش تبهللة، فتلاقيه عايش على حل شعره وعايز يروح للشيخ يجد مسوغ عنده انه يفضل على حل شعره، يقول له هو الانسان مسير ولا مخير؟ عشان لو قال له مخير، واخد بالك ازاي؟ لو قال له مخير يقول له بس ازاي بس مخير؟ طب ما انا مش عارف اختار، ده انا ساعات كتير جدا بحاول اعمل وما اعرفش اعمل، وفعلا فالانسان مش مخير. يقول له مسير يقول له الحمد لله انا الحمد لله كده على حل شعر. لكن عمر حد مجتهد في الطاعه راح سال السؤال ده؟ فدي حجه البلد. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابه قال لهم، لما قال للصحابه ان اهل الجنه خلاص معروفين واهل النار معروفين، رفعت الاقلام وجفت الصحف والامور، فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ طب هنعمل ايه بقى؟ قالوا ففيما العمل؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خدت بالك؟ يبقى تملي الناس اللي ماشيه في الطاعه ما يتحججش بمسير ومخير. ما يقولش الكلمه دي الا الاونتجي. دي على طول كده. ليه؟ علشان عايز يجد نفسه مسوغ انه يظل في ايه؟ في الاونطه اللي عايش فيه. لكن اهل الطاعه تلاقيهم في الطاعه وخايفين. واهل المعصيه في المعصيه مطمئنين. يقول لك اصل غفور رحيم، هو انا هيعاقبني؟ معقول يعاقبني؟ ربنا كبير، ربنا واسع كريم لجهله بالله. لكن اهل الطاعه لانهم في الطاعه علماء بالله لا يركنوا لطاعتهم ويخافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون ما آتوا من الطاعات وحال قلوبهم الخوف، إنما التانيين ما يهمهمش، قاعدين بيعكوا لجهلهم بالله. لما علموا أن الله فعله في عباده محض فضل أو محض عدل سبحانه وتعالى فلا يسأل عما يفعل، خافوا ألا يتكلوا، فاجتهدوا ولم يتكلوا إلا على الله، وعذابه حكم بعدل وأمره قضاء فصل. لأنه لا يبدل القول لديه، ده من أهل الجنة هو من أهل الجنة، والله لو عمل إيه لا يبدل القول لديه قضاء فصل، وده من أهل النار والله لو عمل إيه السامري. مش اللي رباه سيدنا جبريل؟ في اكثر من واحد رباه سيدنا جبريل، لكنه القول فيه انه ده من اهل النار، خلاص يبقى من اهل النار. ولو رباه جبريل وسيدنا موسى رباه فرعون، شوف، لكنه ده من اهل الجنه اهل الفضل، يبقى ده من اهل الفضل. اللي يربيه فرعون يبقى من اهل الفضل، واللي يربيه سيدنا جبريل لانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ايات الواحد ياخد باله منها ويعرف، يوم يعرف ان الحكايه من الله لا يبدل القول لديه، وامره قضاء فرض. ثم اعلموا رحمكم الله ان المحققين من هذه الطائفه انقرض اكثرهم، ده في القرن الخامس الهجري، فما بالك احنا دلوقتي. ما زال في كل زمان قائم لله بحجة، بل لله اولياء عددهم لا يقل. لكن الفكرة ان كلما زاد الخبث كلما
صعب الوصول اليهم لكن موجودين. دول موجودين برضه هم هم، خد بالك. بل ما يموتش واحد الا وربنا يرقي واحد مكانه، لان ربنا اراد ان هم يكونوا رياس للخلق. بل لا تمطر السماء الا من اجلهم، فربنا جعلهم رياس للخلق. لولا شيوخ ركع واطفال ردع وبهائم ردع لصب عليكم العذاب صب. يعني حتى البهائم بنستفيد بيه. نستكثر انك انت تستفيد بالاولية، يعني البهيمة بتستفيد بيها، والوالي بقى عزكم الله حاجة تانية. فليه الناس مستكترة على الوالي ان ربنا بيجري الناس على ايديه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كان يجيب البهائم يخليها وراه عشان تمأمأ وتمعص، قول يا رب سقينا لعل ربنا ينزل البهائم ولا ينزل لمعاصينا، ونشرب مع البهائم مش البهائم تشرب معانا. فهمت ازاي؟ برحمات كلها. يعني كأن النبي توسل بالبهيمة وببعثها وبفقرها، فما بالك تنكر التوسل بالإنسان وهو أكرم عند الله من البهيمة. لك تمثل شرك، مش فاهم ده، مش فاهم حاجة خالص. التوسل ما هي إلا اتخاذ الوسيلة أي السبب الموصل إلى قبول الدعاء، بس هي دي حكاية ببساطة كده. الشرك اسهل حاجة عنده الشرك، لانه مش فاهم ايه هو التوحيد اصلا على حقيقته. لو فاهم التوحيد على حقيقته ما كانش يقلق لو لمسنا حبيبة ولا حطينا ايدنا كده ولا ما يقلقش، لان احنا لا نعبد جسما نستند اليه بالحس، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض سبحانه. فلما جسموا الله خافوا من كل جسم لا يعبد. ثم جسموا ربنا بدون ان يشعروا، ارادوا ان يفروا من تعطيل الصفات فوقعوا في التجسيم، فروا من التعطيل الى التجسيم بدون ان يشعروا. فربنا ينجينا ويعلمنا ويعلمهم، لكن احنا بنعذرهم لحسن نواياهم، لان من مراد الله ان يكونوا في وسطنا واحنا بنرضى بمراد الله، فهم من قضاء الله ونرضى بقضاء الله، مبسوطين والله بوجودهم الحمد لله، مش زعلانين ولا حاجه، لانهم وجودهم اثار شبه تولد الرب عليه، فلما تولد الرب عليها ازداد الناس علما، فكان وجودهم لا يخلو من فائده. وعلشان كده الواحد استفاد بوجودهم، جزاهم الله عنا خير واكرمهم الله. ثم اعلموا رحمكم الله ان المحققين من هذه الطائفه انقرض اكثرهم، ولم يبق في زمننا هذا من هذه الطائفه الا اثرهم، كما قيل اما الخيام فانها كخيامهم وارى نساء الحي غير نسائه. حصلت الفترة في هذه الطريقة، يعني حصل الفتور في الطريقة دي، الناس بعدت عنها بسبب انكباب الناس على الشهوات وعلى الدنيا دي جهة، لان الطريقة دي بتبعد الناس عن شهوات النفس، والنفس تملي حاجة كده الناس كلها عايزة طول النهار تحسس عليه، والناس كلها تحب الناس تمدح فيهم، ويحبوا الشهرة ويحبوا الحرف ويحب الحصول على الاشياء، كل الحاجات دي شهوات النفس. والطريقة اساسا نشأت عشان تمنع الحكاية دي، تفطم النفس عما سوى الله، والطفل في حال رضاعه يكره من يفطمه. فلما صارت البشرية في حال الرضاع رفضوا من يريد ان يفطمه فكرهوهم، فحصلت الفترة والفتور. تيجي تفطم اي واحد يقول لك لا احنا كده كويسين، احنا كده كويسين يا عم. وحصلت الفتره في هذه الطريقه لا بل اندرست، ده ايه يعني كانه بيقول لك لا ده مش فتره بس، ده اندرست تماما، بل اندرست يعني انتهت الطريقه بالحقيقه. دي مبالغه، الحقيقه ان الطريقه مستمره ليوم القيامه. مضى
كبر الشيوخ الذين كان بهم اقتداء، وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء. وزال الورع، الورع اللي هو الاقتصار على ما تحقق حله، الورع هو الاقتصار على ما تحقق حله. يعني تروح حاجة كده مشتبهة تسأل شيخ يقول لك حلال، شيخ تاني يقول لك حرام، شيخ تالت يقول لك مكروه، الورع يقول لك سيب ده كله روح لما تحقق حله، يبقى ده الورع. لكن الفقه يخبط دماغك بقى وخش، فالفقه فيه طاولة العلم، والورع فيه ذل وانكسار الافتقار، فهمت ازاي؟ فالفقيه ما يموش، يخش صدره يقول لك ايه الدليل؟ دليل كذا؟ لا الدليل ده ضعيف، في دليل مش عارف، الدليل لا من اللغه لا من العقل لا من ابتدي بقى ايه؟ بينخرب عايز ياخد، فهمت ازاي؟ ده الفقه. والحمد لله ان الفقه ده حال اهل اليمين، لكن المقربين لا، لو يلاقي الناس حكايه فيها رغي كده يا عم مع السلامه مش عايزين، بيسموه الورع. خدت بالك؟ وزال الورع اللي هو الاقتصار على ما تحقق حله، فوقع الناس في المشتبهات. وطوي بساطه واشتد الطمع، الطمع في الدنيا. والطمع حقيقته هي انك انت تريد شيء ولا تأخذ بأسباب الحصول إليه، الوصول إليه، يبقى اسمه طمع. زي بالضبط الأمنية، في رجاء وفي أمنية. الأمنية انك انت تتما يعني تريد شيء وما تاخدش بالأسباب بتاعك، يبقى اسمه تمني. ليس الإيمان بالتمني. يعني الأمنية انك انت تبقى نفسك تبقى تدخل الجنة. كلنا نفسنا ندخل الجنة. لكن تدور على حاله تلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة ترضي ربنا أبدا. يبقى ده عنده أمنية. لكن الصالح اللي بيعبد ربنا للنهار عنده رجاء، عنده رجاء. يبقى الرجاء هو ان الانسان يريد حصول شيء في المستقبل مع الاخذ باسبابه في الحال، يبقى اسمه راجي. واذا اراد حصول شيء في المستقبل ولم ياخذ باسبابه في الحال اسمه متمني. والمتمني هو الطماع. فهمت ازاي؟ هو الطمع برضه. واشتد الطمع وقوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة. ما لما انكبوا في الدنيا بقى خش بقى في الشريعة يا عم، تجد خلافات وفقهاء واراء وكلام لازم تلاقيها حلال في الاخر. اي مسألة من المسائل في الفروع، في الفروع بالذات، تقعد تنقب كده لازم هتلاقي في الاخر واحد، حتى لو ابتديت بيها وهي حرام هتلاقي في الاخر واحد يقول لك مكروه، والمكروه لا يأثم فاعله، اعمله بقى. فهمت ازاي؟ علشان كده لما طمعوا في الدنيا اكتر قعدوا يدوروا في الفقه وفي دخانيق الفقه اللي هي الشريعه يعني، لحد ما زالت حرمه الشريعه بالكليه. حتى بقت الشريعه نفسها ملهاش حرمه، لانه اي حاجه يعملها يقول لك ما هو في فقيه قال كده، ما هو يجوز على وجه من الوجوه، فقيه ضعيف لكن ممكن الاخذ به، مش ده اللي بيحصل. فتبص تلاقي ايه؟ وعشان كده العلماء كانوا يكرهوا ان الانسان يتحرى السهل في كل مذهب، لانه هتبص تلاقي حرمه الشريعه تقل في قلبه. لكن الاحسن تاخد مذهب على بعضه، لان المذهب اللي على بعضه ده قايم على قواعد موزونه متزنه، بحيث اذا كان متساهل في حته او متشدد في حته تمشي الامور تتوزن. انما تدور انت على السهل في كل مذهب هتلاقي نفسك ان الشريعه دي ملهاش سور، وانت لازم تحس ان الشريعه دي ليها سور تيجي جنبه يمنعك تقع وراه. انما لما يدور على السهل السور يوطى يوطى لحد ما يبقاش في سور،
ويطلع بره الشريعة وهو متطور انه مازال جوه دوائر الشريعة وهو مش واخد بال. يرتحل عن القلوب حرمة الشريعة فعدوا قلة المبالاة بالدين اوثق ذريعة. فجعلوا قلة المبالاة بالدين هي اوثق وسيلة، الذريعة هي الوسيلة، اوثق وسيلة للوصول الى طمعهم في الدنيا. فباعوا الدين بالدنيا، فباعوا الدنيا بالدين. يقول لك الباء تخش على المباح، مش كده برضه؟ فباعوا الدنيا بالدين يعني اشتروا الدنيا ودفعوا ثمنها الدين طبعا. ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، رفضوا التمييز بين الحلال والحرام لانه بيقيد طمعهم وشهوته. كل ما تيجي يا عم انت هتمشي ورا المشايخ هيقرفوك يا عم، مش يقولوا لك كده؟ لان هيقيدوك. تيجي تعمل اي مشروع، طب نروح نسال في دار الافتاء، يا عم دار الافتاء ايه؟ الدين جاء من اجل المصلحه، حيثما كانت المصلحه ثم شرع الله، ويقول لك بالفقه. واخد بالك ازاي؟ تقوم ايه؟ تشتغل، يمشي لا الى نفسه ابتدى يتاجر في الجبنه وانتهى بتجاره البانجو والخمور. ابتدى لقوا في الجبنه، وبعدين بعد كده بقى يجيب جبنه مغشوشه، وبعدين لقى المكسب حلو. واخد بالك ازاي؟ مغشوشه مغشوشه هي بس حلال، صحيح اللبن فيها قليل لكن فيها ميه والميه حلال. وشغلانه بقى، وقاعد بقى كل شويه يعلل لنفسه لحد ما وصل لمرحله بقى يفعل الحرام، الحرام الحرام المحض. ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، ودانوا بترك الاحترام. يقول لك اولياء ايه يا عم، علماء ايه يا عم، زينا زيهم، هم بيفهموا احسن مننا، ما احنا ده احنا اللي دهنا بقى الهوا دوكم، مش يقول لك كده؟ ويقوم ايه يفقد احترام العلماء. طالما فقد احترام العلماء اللي هم رمز الدين، يقوم ما بقاش الكبير بقى، يقوم يمشي على حل شعر. وده اللي حصل. تجد الواحد من دول معاه دكتوراه وتلاقيه منصب كبير، لكن ما يحترمش علماء الدين، بيظن نفسه انه بالدكتوراه بتاعته دي اللي خدها مثلا مش عارف منين ولا فين انه بقى عالم، وهو مش عالم ولا حاجه، ده يمكن مش حافظ القران، ده يمكن ما يعرفش نواقض الوضوء. يستضيفوه في التلفزيون قاعد بقى رجل على رجل كده في قعده البيت كبير، استاذ في الجامعه الفلانيه وعضو مجمع مش عارف ايه وحاجه يعني تغرق، وبعدين يبتدي يتكلم فما يحترمش العلماء، هو ظن ان هو عالم، فيبص للعلماء اللي بعينهم وبتاع، يقول لك هم دول يعرفوا حاجه، دول مغروسين في التاريخ بس ما يعرفوش الواقع، دول بعاد عن الواقع، فهم ما يحترمش العلم والعلماء ولا الدين ولا الدعوه، ويبتدي بقى يفهم الدين بطريقته هو، بشهوته هو. والعجيب ان الدين بتاعنا ادلته كتيره لدرجه ان ممكن يضل الانسان من خلال النظر اليها لو لم يكن معها ورع، لان ادله كتير للقران. شوف ما فيش طائفه ضاله الا وتلاقي عندهم ادله من القران والسنه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اي من القران برضه. الله، دي حكايه مش تخوف، حكاية خوف، ان القرآن ممكن يضل الله، يضل الله به كثير، لان ربنا جعل القرآن هدى لمين؟ ما قالش للناس. عارف لو قال للناس يا سلام كنا اطمأنينا تمام، لكن ربنا اراد ان يخوفنا، فقال هدى للمتقين، فعليك ان تتمسك باسباب التقوى، والتقوى لا تكون الا بالعلم والعمل والاخلاص والخوف، اربع حاجات، بالعلم والعمل والاخلاص والخوف. اي حاجه من دول تنقص مفيش تقوى. نقصت اي حاجه تبص تلاقي يجيب لك من القران اللي يوديه في داهيه. ادله توديه في داهيه، وهي من القران، قران بس توديه في داهيه. ربنا ينجي. ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام والتخفوا باداء العبادات. يقول لك صلاه ايه؟ هو الصلاة دي، احنا كان عندنا اساتذة في القصر العيني، يجي في رمضان
كلنا بقى صايمين. يوم يدرسولنا وفي ايده السيجاره وفنجال الشاي او فنجال القهوه في عز رمضان. الله يقول اصل ربنا، مع انه هو راجل طيب يعني، طيب في الكلام كده يعني، تلاقي حريص على المرضى وعايش طول النهار قاعد يعالج الناس يعني، طيب اهو، ولو عيان مش لاقي فلوس يمكن يحط ايده بفلوس ويجيب له الدواء كمان، حاجه جميله اهو، لكن لا ما يركعهاش ولا يصلي ولا يصوم ولا يركعها ولا يعرف. طب يا سعادة الدين ليه بس كده؟ ايه الاصل؟ الدين ده جه للناس اللي مش فاهمه، علشان لما يفهموا يبقوا مش محتاجين بقى الدين. احنا فهمنا خلاص، احنا فهمنا اننا نخلص في عملنا، واننا نشفق على الناس، واننا ما نغشش حد، واننا نبعد عن الاخلاق الرديه زي الكذب والحاجات دي. فاحنا فهمنا الصلاه مقصودها انك تفهمك الحاجه دي، احنا فهمنا مش عايزين صلاه. شوف الكلام الضلالي، ضلاليه يقولوا كده، والله كنا بنسمعها بودنينا منه. فعلشان كده ابتدوا، شوف كان الشيخ بيوصف حالهم، واستخفوا باداء العبادات، لان ابتدوا يتكلموا على مقصود العباده. مقصود العباده ان تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول لك انا لا اشرب خمره ولا اقرب للستات في حرام ولا اكتب حرام ولا اسرق ولا اعمل حاجه خالص، انا ما بعملش اهو فحشاء ولا منكر، يبقى انا فعلت مقصود العباده، يبقى العباده غير ضروريه. شفت بقى؟ ترك السبب، تزندق. ها؟ الاخلاص، الاخلاص هو الخلاص مما سوى الله في الاعمال. الاخلاص هو التخلص او الخلاص من كل ما يحجب الانسان عن الله في العمل. فاذا عمل العمل لأي شيء سوى الله فهو غير مخلص، فألا يرى سوى الله في العمل يبقى ده مخلص. فمن رأى مع الله السوى، إن كان هذا السوى غيره كان مرائيا، إن كان نفسه كان معجبا. واضح؟ فهمتي؟ أيوة، ده عشان يبقى تقي. الاخلاص والخوف، الاخلاص والخوف. الاخلاص والصدق يشبهوا بعض، خد بالك. الاخلاص الا ترى الخلق مع الخالق في العمل، والا تبقى مرائي. والصدق الا ترى نفسك في العمل، ترى الله. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا اعجاب له. فهمت الحته الدقيقه دي؟ المخلص لا رياء له، والصادق لا اعجاب له. يعني ايه؟ هتيجي على فكره الحاجات دي في اخر الكتاب بعد عمر طويل ان شاء الله. واستخفوا باداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصلاه، زي الجماعه الصحفيين العلمانيين دول، تلاقي واحد منهم ما بيصليش، واسمه محمد واسمه عبد الله واسمه بهاء الدين، وهو يمكن خراب الدين، لكن اسمه بهاء الدين، حاجه جميله، حاجه نور كده، ولكن في الاخر تدور ايه النور اللي فيه ده ما تلاقوش يعني. ليه؟ لان هم استخفوا باداء العبادات نظرا للمقاصد، فتركوا الوسائل. والوسائل لها حكم المقاصد. شفت؟ عشان كده في الفقه يربط لك عقلك. هم ما تعلموش الفقه، هم نظروا للمقاصد، قال لك المقاصد في العبادات هي ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، احنا مش هنعمل فحشاء ومنكر، يبقى مالهاش لازمه العباده. فهمت ازاي؟ نظروا للمقاصد ولم يهتموا بالوسائل، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل الوسائل لها حكم المقاصد. فهمت ازاي؟ وركضوا في ميدان الغفلات، يقعدوا يسمعوا
الموسيقى والمغنيات وبتاع ويقول لك الله جميل يحب الجمال يا اخي، مش كده برضه؟ يقعدوا كده في وسط الفنانات المتزوقات ويقول لك اه انا بنظر الى جمال الصنعه لاصل الى جمال الصانع. والله بتسمع منهم الكلام ده، والله تسمع منهم الكلام ده، يقولوه يا عم كده من صح، غض طرفك. اغض طرفي ايه؟ انا ما عنديش الشهوه دي، انا مش في بالي، انا خلاص انا بقيت حاجه تانيه، وهو ولا حاجه تانيه ولا ثالثه ولا رابعه ولا حاجه خالص، ده كل دي شياطين قاعده تضحك عليه. فربنا ينجينا. شوف قاعد بيوصف حاله. وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذنه من السوق. وبعضهم بقى كمان المدعي التصوف بغير تصوف، لابس الخرقة وعامل شيخ وقاعد لابس شكلك السبحة، واخد بالك ازاي؟ وتيجي الصلاة ما يصليش، يقول لك اصل انا تحققت بالحقائق، انا خلاص بقيت في دنيا غير الدنيا. انتوا معلش غلابة، روحوا صلوا يا ابني، ربنا قويك. وهو قاعد، وبعد ما تصلي وانت طالع يقول لك مش تشوف بقى الشيخ ياخد منك 10 جنيه وياخد منك 5 جنيه، واخد بالك ازاي؟ وبعد دي خلاص هي دي وسيلته في المعايش، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده قال لك ايه؟ والارتفاق بما ياخذونه من السوق، الارتفاق يعني ايه؟ يعني المعايش، بما ياخذونه من السوق والنسوان واصحاب السلطان. يجي له برضه واحد كده مثلا عايز يترقى، ولا داخل الامتحان وبيسقطوه، ولا في ازمه وعايز متقدم لوحده وبترفضه، ولا ليه رغبه في اي حاجه في الدنيا، يروح يلاقي بقى الشيخ ده قاعد اللي ما بيصليش وما بيركعاش، مصيبه. يقول له لو سمحت يا عم الشيخ ما بدعي لي، ادعي لي. يقول له طيب مش ترمي لي بوابك؟ يروح مديله المبلغ اللي فيه القسمه ويقول له ربنا يوفقك. يقوم ربك سبحانه وتعالى اذا اراد لي له الضلال تتنفذ الدعوه. يقول لك يا سلام، ده انا رحت للشيخ ده دعوته ما بتنزلش الارض. يروح يلاقي الترقيه مشي، تلاقي مش عارف ايه، يا خبر ايه ده؟ ايه الحكايه دي؟ نستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي له. ربنا ينجي، ربنا ينجي سبحانه وتعالى. لكن لو اراد بالخير يعرفه خستته، واخد بالك؟ لو اراد بالانسان ده الخير يعرف خسه البني ادم. لكن دول راضيين، تجي لي الست من دول جوزي بيطلقني ويعمل وانا ما بخلفش، انا تقوم تدي له ده كربط، تدي له وزه، تدي له بتاع، ادي اللي بياخدوه من النسوان. ويدعي لك كل ده لعب في الدهون. اللي بينظروا للناس دي بقى افتكروا التصوف كده، كرهوا التصوف وسنين، وقالوا ايه المتصوفة دول؟ ده المتصوفة دول ضلالية، لان هو شاف ضلالي واحد وافتكر ان كل التصوف المتصوفة دي، فهمت ازاي؟ قال عليهم ضلالية. لكن في الحقيقة ان ده مش متصوف، ده دخيل، دخيل بس، ده ولي من اولياء الشيطان دخل علشان يلبس على اولياء الرحمن بس، زي ما ربنا ادخل في وسط الصحابة المنافقين. المنافقين دول مش كانوا قاعدين في وسط الصحابه كده اهو كتفهم بكتفهم؟ لو دخلت على الصحابه كده وهم قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي المنافقين في وسطهم، تعرف تميزهم؟ تعرفش تميز، كلهم صحابه، واخد بالك ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يخلط الحق بالباطل في الدنيا ليختبر الناس، وعلشان يبين الموفق من غير الموفق. الموفق بقى اللي هو يشوف اللبن في وسط الفرس والدم، فهمت ازاي؟ هو ده الموفق، لان ربنا جعل ان يخرج لك من وسط الفرس والدم لبن خالصا صاغا. في وسط بقى فرس الدنيا ولبن الدنيا ونجاستها دي كلها تجد ايه؟ الاولياء الصالحين الذين لا يضرهم شيء ما دامت السماوات والارض. فربنا عرفنا اياهم ويحققنا بحقائقه. ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال. مش كده وبس، ده هم قاعدين كمان، وهم قاعدين عوانطجيه كده
يقول لا ده احنا وصلنا، ده انا بيحصل وبيحصل ويتأول على نفسي، ده انا شفت امبارح النبي في الرؤية، يكذب وبيقول لي يا فلان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يا سلام الناس كلها تكب على ايديهم تقبلهم، واخد بالك؟ ثم لم يرضوا بما تعطوه من سوء الافعال حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال. ما صليش للعشاء يا عم الشيخ، روح يا ابني انت صلي في الجامع اللي تحت، انا بصلي في الكعبه. بيقولوا كده؟ اه والله بيقولوا بعضهم يقول كده. فقال لك ان هو من اهل الخطوه يعني. انا ما قابلتهمش الحمد لله، ربنا عصمني منهم، لكن انا في ناس بتجيلي تقول لي انا شفت واحد بيعمل كده، اقول له لا مالكش دعوه بيه. ده جنان يا سيدي. ما هم دول اللي شوهوا التصوف والله. يا اما مجاذيب بقى، ده المكذوب لا يقتدى به لانه مجنون. المكذوب ده مجنون، كشفت له حقائق فصلب عقله فصار غير مكلف فلا يقتدى به. ممكن يبقى والي اه على عيني وعلى راسي والي، لكن لو اقتدى به انه مجنون انت هتمشي ورا مجانين؟ فهمت ازاي؟ العقل مناط التكليف. ربنا كشف له حاجه من احوال اهل الاخره فسلب عقله بقى مجنون. فهمت ازاي؟ يبقى هو صحيح والي وكل حاجه لكنه لا يقتدى به لانه غير مكلف. فهمت؟ ففي نوع من المجاذيب طيبين غلاب بس مجاذيب مجانين. فهمت ازاي؟ مالكش دعوه بيهم برضه. لكن ممكن تقول له ادعي لي، بس تخاف تقول له ادعي لي لا يدعي عليك لانه اصل هو غايب، فالاحسن تبعد عنه. لكن لما تلاقيه جعان اكله. فهمت ازاي؟ لما تلاقيه جعان اكله غلبان زي مجنون، واخد بالك؟ تلاقيه عريان في الدنيا برد زي دي غطيه بشال ولا باي حاجه ولا ببطانيه باي حاجه، غلبان مش دريان بنفسه صلب. لكن ما تقلدوش ولا تفتكروا ان هو حاجه كبيره. فهمت؟ حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال وادعوا انهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق الوصال، وانهم قائمون بالحق تجري عليهم احكامه وهم محو، وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او يذرونه عتب ولا لوم، وانهم كشفوا باسرار الاحديه وهي ما غاب من نعوت الذات العليه، يعبر عنها بحضرة العماء، كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلصت الخلق. هو بقى يقول لك لا ده انا اصل انا ربنا كشف لي حقائق غايبه عن كل الناس، سيبني انت بس، ده انا لو اقول لك مخك هيشت. خليك قاعد يعك. واختطفوا عنهم بالكليه وزالت عنهم احكام البشريه، وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمديه. كل ده قالوه بيقولوه والله العالم الاونطاليه. والقائل عنهم غيرهم اذا نطقوا، يجي ينطق يقول لك اسكت بس مش انا اللي بتكلم، ده الحقائق بتجري على لسانك. يا سلام يا عم الشيخ، ايدك ابص حاضر، يقول لك بس تهرش اديني، عايشين على اموال الناس. والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا، ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القطعة من هذه القصة، وكنت لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار. لما شاف المناظر دي أيامه الشيخ ما كانش بينكر، واخد بالك ازاي؟ على اساس ان الحكايه يعني الحكايه عمت، لعل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يزيلها من عنده ويكشف عورهم، غيرة على هذه الطريقة ان يذكر اهلها بسوء، لانه هم انتسبوا لاهل الطريقة، فلما يروح يعيد في دول الناس تفتكروا انه بيعيد في كل اهل الطريقة، فما رضاش ينكر في دول، قال لعل دول شوية خبث ربنا خلصنا منهم، لان لو جينا انكرنا في دول ودول منسوبين للطريقة يمكن الناس تروح تعيد في كل الاوليه يوم تختلط، فهو ما رضاش ينكر في الاول مخافه انه يعاب على كل الايه؟ اهل الطريق. او يجد مخالف لسلبهم مساغا، او واحد مخالف للطريقه يجد مساغ انه يقول شوف حتى الشيخ فلان الفلاني مش عاجبينه، دول اهل ضلال.
كأنك بالظبط تروح للصحابة قاعد تنكر على أهل النفاق فيهم. فاللي يجي من بعيد يفتكرك بتنكر على الصحابة، صح ولا لا؟ يقوم ايه يبتدي يعيد في الصحابة لانه اختلط. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل ايه المنافقين، حتى لو يقال ان محمدا يقتل اصحابه. يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ترك الانكار عليهم، خدت بالك ازاي؟ والانكار عليهم يكون بقتلهم لانهم كانوا مرتدين. ليه؟ من باب ارتكاب اخف الضررين، حتى لو يقال ان محمدا يقتل اصحابه. فهو مشي بنفس المنهج ده في الاول، قال دول شوية عالم ربش اختلطوا في وسط عالم ناس اكابر ولبسوا نفس لباسهم وتحركوا نفس حركاتهم وقالوا بنفس حقائقهم كلام بس بدون تحكم. فلو جيت انكرت عليهم الناس يفتكروا ان كل الناس دول وحشين. لا، انا حسب يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلصنا منهم. خدت بالك؟ ادي كلام الشيخ الاول. إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة. هل البلوى هو إنكار الطريقة بالكلية، وأنا خايف أما أنكر على الأوامتجية دول يوم يزدر الإنكار بالكلية. فهمت إزاي؟ ولما كنت أؤمل من مادة في هذه الفترة أن تنحسم، وكان عنده أمل أن الحكاية دي تنقضي، ولعل الله سبحانه يجود بلطفه في لمن حاد عن السنة في التنبيه. عندك في التنبيه؟ عندي نقطة نقص. يجود بلطفه في التنبيه لمن حاد عن السنة المثلى في تضييع آداب هذه الطريقة. يعني كأن أراد أن التنبيه يجي من الله لا منه. ولما أبى الوقت إلا استصعابا، لما ربنا لم يقدر إلا أن يبقى الناس في الصعوبة دي وفي الامتحان ده، واكثر اهل العصر بهذه الديار الا تماديا فيما اعتادوه واغترارا بما ارتادوه، اشفقت على القلوب ان تحسب ان هذا الامر على هذه الجملة. خد بقى لحسن الناس يفتكروا ان التصوف هو شوية العالم الامنطية دي. حلمك يا شيخ علام، عارف انت المسرحية اللي عملوها زمان بتاع امين الهنيدي؟ ما وجابوا ناس برضو مشايخ كده لابسين لبس مش عارف ايه والفتحة، ويجيبوه مهرج ويقول لهم بالغيوب، يقول لهم ايه اللي هيحصل غدا، ويعتبر اللي يعني هو ده التصوف. السلام عليكم. ايوه الدون. خلص بس المقدمة ونمشي. أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة بني قواعده وعلى هذا النحو سار سلفه. لحسن تفتكروا أن كل التصوف كده. فعلقت هذه الرسالة إليكم، فعمل الرسالة دي مخصوص. أكرمكم الله، جزاه الله خير بدعنا، وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم، وما أشاروا إليه من مواجدهم أي ما يجدونه في قلوبهم وما يتحققوا في المعارف في أثناء سيرهم، وكيفية ترقيهم من بدايتهم إلى نهايتهم، لتكون لمريد هذه الطريقة قوة ومنكم لي بتصحيحها شهادة، عشان يبرأ ذمته يعني، ونشهد ان الشيخ دافع عن الاولياء ودافع عن اهل الطريق. ولي في نشر هذه الشكوى سلوى، ومن الكريم فضلا ومثوبة، واستعين بالله سبحانه فيما اذكره واستكفيه واستعصمه من الخطأ فيه، واستغفره واستعينه، وهو بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير. ونقف على فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الاصول السبت بعد القادم. وكل عام وانتم بخير. السبت القادم اجازة ان شاء الله، عشان يمكن الوقفة او تبقى الوقفة تاني يوم الله. المهم السبت القادم اجازة، والسبت الذي يليه ان شاء الله نعاود باذن الله. جزاكم الله خير. اللهم علمنا، اللهم فقهنا،
اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلا ذكر الغافلون.